بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث الآن عن algorithm and flowcharts. نقصد بالalgorithms اللي هي step by step of solving a problem. ونقصد بالflowchart اللي هي a graphical presentation for solving the problem. إذا يعني باللغة العربية الالجوريثم and flow اللي هي الخوارزميات وخرائط سير العمليات. طبعا هذه الالجوريثم والفلو تشارت هي ليست لغة من لغات الكمبيوتر. أنت كمستخدم أو كمبرمج أول إشي بدك تكون به هي عملية دراسة المسألة ودراسة المشكلة، وبالتالي المفترض إنه أنت تكون بتحليل المسألة اللي بنقصد فيها مرحلة البروبلم سولفينج، إنك تحط الحل عن طريق خطوات متسلسلة. هذا ما يسمى بالالجوريثم. وبالتالي أي بروجرامينج تاسك ممكن نجزئها إلى جزئين، جزء لبروبلم سولفينج اللي هي بنحط منطق الحل عن طريق خطوات متسلسلة نسميها الالجوريثم، والمرحلة الثانية الامبلمنتيشن فيس إنه هذا الالجوريثم بدي أعمل له ترانزليشن لبروغرامينج لانجويج للغة برمجة. احنا عندنا هون بدنا نكتب الالجوريثم ونحولها للغة السي بلس بلس. اذا اول مرحلة من المراحل of problem solving هي إن نوجد جنرال ألغوريثم، وممكن نسميها البسودو كود. أنت بتكتب بلغتك العادية خطوات حل مسألة معينة، الشرط تكون مرتبة بطريقة الستيبس. بعدين بعمل ريفاينمنت لهذه الألغوريثم البسيط البسودو كود، وبحطها على شكل ستيب باي ستيب اللي هي قريبة من لغة الآلة، من لغة عفوا الكمبيوتر. يعني بدي أنا أكتب ألغوريثم خطوات متسلسلة، أقدر في الأخير أترجم كل جملة من هذه الجمل إلى جملة بلغة السي بلس بلس في مثل حالتنا. إذا البسودو كود هي artificial and informal language that help programmers develop algorithms. أنت كأنك توجد طريقة حل تكتبها كإنشاء، تحلها بخطوات معينة بطريقة معينة بلغتك العادية مشان تسهل عليك كتابة الألغوريثم فيما بعد. وبالتالي البسودو كود هي English language، يعني أنت بتكتبها باللغة الإنجليزية عادية. An example. خلينا نشوف هذا المثال. المثال بيقول write an algorithm to determine a student's final grade and indicate whether it is passing or failing. The final grade is calculated as the average of 4 marks. إذا بدي أنا أكتب algorithm وأشوف ال final grade. بمعنى آخر بدي أشوف إنه هذا الطالب هل هو pass or fail. إذا أكثر من 50 أو يساوي فهو pass ناجح، وإذا لا فهو fail راسب. طبعا كيف بدي أحسب الفاينل جريد؟ لأنه أنا بناء على الفاينل جريد بدي أشوف pass or fail. طب كيف بدي أوجد الفاينل جريد؟ أنا معطيني هو is calculated as the average of 4 marks. معناته الفاينل جريد بدي عبارة عن
average of 4 marks. وبالتالي في مثل هذه الحالة معناته أنا عندي لازم يكون في عندي 4 marks. إذن we have to input 4 marks أولا, then calculate the average, the final grade اللي هي عن طريق إنه أوجد المعدل للأربع علامات مجموعهم على 4. بعدين أقول له هل الجريد أكبر من 50؟ بس إذا لا فيل. إذا لو بدي أكتب أنا البسودو كود في مثل هذه الحالة بكتب على الشكل جمل عادية إنجليزي, بقول له input a set of 4 marks, أدخل 4 قيم, أعطيني 4 قيم, 4 علامات. بعدين بقول له احسب لي الأفريج by summing and dividing by 4. إذا بدي أوجد الأفريج عن طريق إجماع العلامات الأربعة اللي أدخلتهم أقسمهم على 4. بعدين بقول له إذا الأفريج is below 50 fail, إذا لا pass. إذا هذه البسودو كود أنا كتبتها بلغتي العادية, لغة إنجليزية عادية. بإمكاني أعمل ريفاينمنت لهذا البسودو كود, يعني أعمل تحديث لهذا البسودو كود على أساس إنه أعمله على شكل ألغوريثم. الألغوريثم بده يكون ستيب باي ستيب, يعني بدي أوضح له الخطوة الأولى, الخطوة الثانية, الخطوة الثالثة, أقول له بهذا الشكل. فكيف ممكن أعملها؟ إذا الديتيلد ألغوريثم بقول له ستيب 1 input المارك الأولى, المارك الثاني, المارك الثالث, المارك الرابع. إذا أدخلت 4 علامات. ستيب 2 احسب لي الجريد اللي هي مجموعهم على 4. ستيب 3 هل الجريد أقل من 50؟ then fail, else print pass in there. إذا بهذا المنطق أنا كتبت ألغوريثم عن طريق خطوات, طلع ستيب 1, ستيب 2, ستيب 3, وكل ستيب عبارة عن جملة أمر من الأوامر اللي ممكن أقوم. طبعاً بهذه الشكل سهل علي أن أكتب برنامج بلغة السي بلس بلس, يعني بصير أترجم كل جملة إلى جملة بالسي بلس بلس. راح نشوف كيف فيما بعد. نشوف الآن الفلو شارت. الفلو شارت a schematic representation of a sequence of operation as in a manufacturing process or computer program. هي عملية تمثيل للعمليات للأوبريشنز اللي بده يكون فيها الحاسوب عن طريق graphical representation. يعني بنعمل a graphical representation of the sequence of operation and information system or a program. بدي امثلها عن طريق رسومات واشكال. يعني هالفلو شارت اللي عملته انا حطيت على شكل ستيب باي ستيب, كتبتها ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3. بقدر اعملها عن طريق اشكال ورسوم واعمل فلو, يعني اعمل اسهم ما بين كل شكل من الاشكال يبين لي اتجاه وين بدي اروح, يعني اي جمله بدي انفذها بعد الجمله الحاليه. وبالتالي لازم يكون في عندي بعض الرموز اللي ممكن نستخدمها, اللي هي مثلا رمز الريكتانجل هون المستطيل, امثلها مشان نعمل عمليات الحسابية كومبيوتيشن. مثلا الرمز المتوازي المستطيلات هون للإدخال والإخراج, يعني لما بتقول له ادخل لي قيمة اطبع لي قيمة, هون تستخدم هذا الرمز. هذا الرمز بستخدمه للديسيجن ميكينج, يعني اذا كان في اف ستيتمنت يعني بدك تتخذ قرار. هذا كونكتر, يعني بتقدر توصل بين جزئين موجودات في مكان من مختلفين من الفلو شارت. في هون التيرمينالز, هون بتبين لك الستارت والاند, يعني لانه دائما اي لوجيك اي منطق حل لازم يبدأ بشيء وينتهي بشيء. فأنت لما بدك تبدأ حل مسألة بتقول بسم الله بالسم, ولما تخلص بتقول الحمد لله أن أنهيت. وبالتالي المفترض أنك تقول ابدأ وانهي في آخر الحل.
في الأسهم بتبين لك الدايركشن اوف بروجريشنز اللي هي كيف الدايركشن اوف فلو اوف اكسكيوشن، كيف بدك يعني اتجاه التنفيذ الجمل المختلفه. وبالتالي ممكن يكون الاستراكشر على شكل سيكونس، يعني ممكن يكون الشكل الاول، الشكل الثاني، الثالث، الرابع لحتى النهايه. او لما بتكون اف ستيتمنت، الاف كونديشن يا ترو يا فولس بيجي بهذا الشكل، او يا ترو يا فولس بهذا الشكل. طبعا في لوب هلا بنشوفهم هاي العمليات. خلينا نشوف هذا المثال مثلا اللي اخذناه قبل شويه اللي هي الالجوريثم هذا ستيب 1 انبوت ستيب 2 ستيب 3. لو بدي ارسم الفلو شارت لها، اول شيء بدي ابدا بستارت، بقول له ستارت ابدا، طلع كيف الرمز. بعدين ستيب 1 انبوت ام 1 ام 2 ام 3 ام 4، اذا بدي اعمل متوازي مستطيلات اللي هي انبوت ام 1 ام 2 ام 3 ام 4. ستيب 2 هي عملية كومبيتيشن، معناته بدي اقول له جريد تساوي ام 1 بلس ام 2 بلس ام 3 بلس ام 4 الكل على 4. بعدين ستيب 3 اف جريد، يعني بدي احولها از جريد ليس ذان 50، اذا يس برنت فيل، اذا نو برنت باس، انتهى ستوب. اذا مثلتها بهذا الشكل. اذا عمليا في لما بتطلع على هون اسهل علي من ان اطلع على هذا الالجوريثم، سهل كيف انا اتوجه، كيف اروح وين اروح. بالتالي دائما الجرافيكال برزنتيشن لحل مساله معينه بيكون اسهل من انك تكتبها كنص او ما شاء الله. مثال اخر، write an algorithm and draw a flowchart to convert the length in feet to centimeter. يعني to convert the length in feet to centimeter، معناته أنا بدي أعطي length in feet، يعطيني الالجوريثم length in centimeter. فإذا المفترض لبسودو كود أنه أقول له input the length in feet. Length in feet بسميه متغير length in feet. Calculate the length in centimeter by multiplying the length of feet with 30. بضربها ب 30. Print length in centimeter بطبع النتيجة. إذا هذا pseudo code كتبته بلغة العادية بالحل. خطوات متسلسلة. هلا لو بدي أكتب الفلو chart بقول له step 1 input length in feet. Length in centimeter تساوي length in feet multiplied by 30. Step 3 print length in centimeter. هذا algorithm. هلا لو بدي اعمل flow chart لمثل هذه الحالة، معناته بده يكون start اول شيء، input ترجمة اول جملة ل input length in feet، الجملة الثانية length in centimeter تساوي length in feet multiplied by 30، وبعدين print length in centimeter وستوب. إذا عرفت كيف اتجاه التنفيذ، يعني الأسهم هاي بتدلني كيف أمشي وين أروح وين أجي. ماشي. مثال آخر، write an algorithm and draw a flowchart that will read two sides of a rectangle and calculate its area. إذا أنا بدي أقوم شو؟ بدي أنا أحسب الarea of a rectangle، المستطيل. المستطيل حسب القوانين الرياضية مساحته تساوي الطول بالعرض. معناته أنا بدي أشوف الويث قديش، وبدي اشوف اللينث قديش لحتى اقدر احسب الاريا، ولا ما بقدر احسبهم. اذا بدي اقول له input the width، البسودو كود هاد بقول له input the width and length of a rectangle. بعدين بقول له calculate the area A by multiplying length by width. وبرنت A.
اذا هذا البسودو كود. لو بدي اكتب انا الفلو شارت، سوري، لو بدي اكتب الالجوريثم اول شيء بقول له input width واللينث، step 2 الاريا تساوي اللينث multiply by width، وstep 3 print الاريا. اذا هلا لو بدي اعمل عمليه كتابه اللي هي الفلو شارت، كيف بعملها؟ بقول له start، طلع دائما لازم تبدا بستارت، input الويدث واللينث، الاريا تساوي اللينث multiply by width، واتبع لي الاريا وستوب. اذا لما بدي افكر في مساله، اول شيء بحدد المدخلات، بحدد الكمبيوتيشن، بحدد المخرجات بمعنى اخر. فانا من خلال السؤال اللي هو هون that will read two sides. Will read two sides معناته هذول input over rectangle and calculate its area. معناته بدي أحسب الاريا اللي هي عملية computation. معناته بدي أقول إنه الاريا تساوي السايد الأول بالسايد الثاني اللي هي width by length. وبدي أطبع النتيجة. إذا هذه عمليات متسلسلة. يعني لازم أفهم السؤال أولاً. وبعدين بصير اكتب في البرنامج، وعملية السؤال وتوضيح السؤال بتتم عن طريق انك تحط تعمل فلو شارت في هذه العملية. سؤال بعده. Write an algorithm and draw a flow chart that will calculate the root of a quadratic equation. طبعا احنا هنا بدنا نوجد الريال روتس، على اعتبار انه بس ريال روتس، لانه اذا في كومبلكس روت بيكون اللي تحت الجذر سالب، وبصير عندي هنا شيء اسمه الكومبلكس روت او الجذر التخيلي بنسميه. فاحنا بدناش ناخذ حاله الجذر التخيلي، نفترض انه عنا الجذور حقيقية. يعني افترض انه الحل جذور حقيقية، لكن فيما بعد راح نشوف كيف لو ما كانش جذور حقيقية، طب كيف بدي احل المسألة. اذا افترض هنا جذور حقيقية، بمعنى انه الجذر التربيعي لبي سكوير ماينس 4AC لازم يكون البي سكوير ماينس 4AC لازم تكون موجب. طبعا احنا القانون العام اللي بنستخدمه لايجاد الجذور للمعادله التربيعيه اللي هي ماينس بي بلس اور ماينس الجذر التربيعي لبي سكوير ماينس 4AC الكل على 2A. طبعا انا سكوير روت لبي سكوير ماينس 4AC حطيتها تساوي دي، اذا الروت الاول x1 تساوي ماينس بي بلس دي على الكل على 2a، و x2 تساوي minus b minus d الكل على 2a. إذا بهذه الطريقة أنا عرفت كيف المفهوم الرياضي للمسألة. الآن لحتى أحل هذه المسألة المفروض أوجد الكوفيشنس اللي هي المعاملات في داخل الكوادراتيك إيكويشن اللي هي a و b و c. بدون ما أعرف قيمة a و b و c ما بقدر احل المساله، وبالتالي المفترض انه ادخل القيمة A و B و C ومن خلالها اقدر اوجد X1 و X2. وبالتالي البسودو كود المفترض انه ينكتب بالطريقه التاليه. اذا بدي ادخل input the coefficients A B C of the quadratic equation، لازم المدخلات اللي هي A B و C. بدي احسب الدي، كالكوليت دي، ولما بحسب دي كالكوليت اكس 1 وكالكوليت اكس 2 وبرنت اكس 1 اند اكس 2. هذا البسودو كود مشان نحل المساله. طبعا بقدر انا اكتب الالجوريثم عن طريق ستيبس، طبعا مثل ما قلت هذا فقط الحل يشمل في حاله انه
البي سكوير ماينس 4AC قيمتها موجبة وليست سالبة. يعني الريال روت بمعنى آخر. فأنا بدي أدخل input A, B و C. step 2 السكوير روت B سكوير ماينس 4AC D. step 3 X1 تساوي ماينس B بلس D على 2A الجذر الأول، والجذر الثاني اللي هو X2 ماينس B ماينس D الكل على 2A. واطبع لي العملية. لو بدي أكتب الفلو شارت بيكون بهذا الشكل. start input ABC D تساوي square root B square minus 4AC X1 تساوي minus B plus D على 2A و X2 minus B minus D الكل على 2A و print X1 X2. مفهوم كيف نكتب؟ شو الفرق بين الالجوريثم البسودو كود and the flowchart؟ وبالتالي أهم شيء إذن هي هذه المرحلة اللي إنه نعرف the problem solving, how to find the solution of a problem. بعدين بروح بطبق الحل على any programming language. سؤال آخر، أمثلة آخر. طبعاً أنا معطيك هنا أمثلة متعددة لحتى تلم بالجميع الجوانب. نشوف كيف هذا. Obtain a series of a positive numbers. إذا بدي أعطيك positive numbers from the keyboard. يعني بدي أدخل قيم positive number. And determine and display their sum. معناته بدي أوجد مجموعة ال positive numbers اللي بدي أدخلهم. وأطبع النتيجة. Assume that the user types the sentinel values minus one to indicate end of data entry. يعني وانت بده يوقف ويخلص إدخال بيانات، لما بعطيه قيمة ناقص واحد يوقف. إذا بدي أضلي أنا أدخل قيم 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 لحين ما أعطيه قيمة ناقص واحد بدي أوقف. هلا المشكلة هون إنه أنا بدي أدخل بيانات في input اللي هي positive numbers. طب في حالة إنه ما دخلتش positive number، دخلت minus 5 مثلا، شو بده يعمل؟ معناته مش راح بديش إياه يجمعها، لأنه أنا بقول لك أوجد لي مجموع positive numbers اللي بدخل. وبالتالي بدي أعمل عملية فحص كأنه على البيانات اللي بدخلها، كل قيمة بدخلها هل هي أقل من الصفر ولا لا؟ إذا أقل من الصفر ما تجمعها وكونتينيو، كمل شغلك، رد دخل قيمة بعدها وهكذا. إذا الانبوت إنه أدخل قيم، والأوتبوت بدي أوجد أطبع لي الصم. إذا الحل الأول الألجوريثم اللي ممكن أستخدمه إنه ببدأ بـ step 1 start، step 2 بعمل عملية declaration لvariables، لأنه أنا بدي المجموع وبدي أدخل قيمة، فبدي أعرف value وبدي أعرف الصم المجموع، وبدي أقول repeat while number not equal to minus 1. بدي أكرر هاي العمليات لحد ما دامت القيمة اللي بدخلها مش ناقص واحد. شو هي؟ إنه get the number, read the number, add it to sum. بضلوا يكمل يكرر يكرر لحتى أعطيه قيمة النمبر ماينس واحد بيطلع. بيطلع بيجي على الجملة الرابعة display sum. طبعا هون مش واضح 100% شو ال variables. لازم أعرف له شو هي ال variables وكيف بدي أعمل عملية الصم مثلا. وبالتالي عملية تحديث لهون عن طريق بقول start declare variable النم والصم. بقول while num not equal to minus one continue doing this enter positive number read the number from the keyboard display number enter added the sum. وبعدين كمل ضلك ادخل لحتى تكون تدخل قيمة النم minus واحد. بيجي على الخطوة الرابعة بيطبع لك النتيجة.
طبعا هون انا قلت انه لسه هذا الحل لا يكفي. ليش؟ لانه ممكن تدخل قيمة ماينس 5 معناته راح يجمعها، وبالتالي انا السؤالي بيقول بس اجمع الاعداد البوزيتيف، وبالتالي لازم اضيف عليه انه الجملة اللي هي if num less than zero then continue. continue يعني رد كمل وارجع، ما تجمعها، ما تيجي على جملة هذه add to sum، فبيضلوا يشتغل لحتى يدخل قيم ما دامت بوزيتيف ويجمعهم لحتى تعطي قيمة ماينس واحد بيطلع وبيعمل الصم. إذا هذا هو الألغوريثم اللي ممكن إحنا نكتبه لحل المسألة. طبعا هذا الألغوريثم ممكن أكتب له فلو شارت، فأنا لما أكون ديكلير فاريبل النم والصم معناته أنا بدي أعرف متغيرات النم والصم وأعطيه قيمة مبدئية النم صفر والصم صفر، وباجي هل النم، لأنه while num not equal to minus one، إذا هل النم not equal to minus one؟ إذا yes معناته enter positive number بدخلها وبتبع لي. هل النم أقل من الصفر؟ إذا أقل من الصفر معناته مش positive، معناته روح كمل، عفوا روح خذ قيمة تانية كمل واشتغل ماشي. إذا مش أقل من صفر اجمعها ورد خذ قيمة اللي بعدها وهكذا. إذا عمليا هذه لوب بيضلوا يكرر فيها لحتى تعطيه قيمة النم، يعني هون تقرأ النم ناقص واحد، وإذا قريتها ناقص واحد أو دخلتها ناقص واحد بيجي بيطلع بتعطيك النتيجة وبوقف. سنكمل الآن عن decision structure، يعني كيف بدي أمثل في داخل الفلو شارت اتخاذ القرار، بمعنى ما هي نتيجة جملة الإف statement إذا كان فإن. إذا the expression A greater than B is a logical expression، ولما بقول logical expression يعني ذلك إنه جوابها بده يكون يا true يا false، فهل A أكبر من B؟ يا نعم يا لا. So في اللوجيكال اكسبريشن هي كونديشن ذات وي وونت تو تيست. سو اف اي جريتر ذان بي از ترو يعني مينز ذات اي از جريتر ذان بي وي تيك اكشن اون ذا ليفت، اي مين برينج ذا فاليو اوف اي. اف ات از فولس، اي مين اف اي جريتر ذان بي از فولس، we take the action on the right print the value of p. فكيف ممكن نعمل هذه العملية؟ إذا بقدر أمثلها بهذا الشكل: is a greater than b، فإذا yes print a with a no print b. بهذا الشكل أنا بقدر أغير اتجاه الفلو، the direction of flow inside the flow chart. بقدر أغير اتجاه سير العمليات داخل الفلو chart، بمعنى أنا بدي كيف أنتقل من آجي لهون ولا لا آجي لهون، هل أطبع A ولا أطبع B، بتحدد عن طريق فحص فيما إذا كانت A أكبر من B. طبعا if then else structure على سبيل المثال لما تقول if condition then true else false، هذه الـ structure للـ if then else statement بهذا الشكل: if A greater than B then print، is A greater than B، إذا yes print A، else print B. فإذا هذا بمثلها
عن طريق if A greater than B then print A else print B بهذا الشكل. لو رجعنا للمثال السابق الذي تحدثنا عنه في إيجاد هل الطالب ناجح ولا راسب، ودخلنا بناء على علاماته الأربعة، فإحنا في الالجوريثم دخلنا أربع علامات وأوجدنا الجريد اللي هي عبارة عن مجموع العلامات على أربعة، وقلنا إذا كان الجريد أقل من 50 print fail، إذا لا print pass. فإذا بقدر أمثلها عن طريق الفلو شارت، بدخل الأربع علامات بوجد الجريد، وهل الجريد أقل من 50؟ إذا yes print fail، إذا no print pass و stop. إذا الريليشنال اوبريتورز اللي ممكن تكون في داخل الكونديشن اللي هي عبارة عن greater than less than equal greater than or equal less than or equal not equal، هذول بنسميها الريليشنال اوبريتورز، وممكن احطهم داخل الكونديشنال. Let us take another example. Write an algorithm that reads two values. يعني بدي أقرأ قيمتين. And determine the largest value and print the largest value with an identifying message. إذا بدي أدخل قيمتين وأوجد أكبر قيمة من بين هذول القيمتين. فالالجوريثم لهذه العملية، إذا الانبوت هي عبارة الانبوت فاليو هي عبارة أول إشي بدي أدخل قيمتين. شو هن القيمتين؟ هن عبارة عن القيمة الأولى والقيمة الثانية. فإذا أنا كأنه دخلت هون قيمة أولى وقيمة ثانية، فبالتالي هذه الستيتمنت هي عبارة عن this is read input، لأنه في مثل هذه العملية المفروض أنا أوضح إنه في عندي input statement، في عنا input، لأنه قلنا سابقا إنه لازم يكون input في processing في output. هلا بدي أدخلت القيمتين if value 1 greater than value 2، إذا هاي عملية processing بدي أجريها. إذا هون أنا بقدر أقول إنه هذه العملية هي عملية processing or computation or processing. إذا هل A value 1 أكبر من value 2؟ إذا yes حط الماكسيمم value 1، else حط الماكسيمم value 2. إذا بهذا الشكل قيمة الماكس هي عبارة عن أكبر قيمة من بين القيمتين، وبالتالي بدي أطبع النتيجة this is the output. لما بقول له print the largest value is max، فهنا أنا عملت عملية طباعة للنتيجة. إذا هذا الالجوريثم اللي هي لإيجاد أكبر قيمة من بين قيمتين وضحت فيه كيف بدي أدخل، كيف بدي أعالج، كيف بدي أخذ، وعن طريق step by step. طيب هلا كيف بدي أعمل الفلو شارت إلها؟ إذا بقوم بالعملية كالتالي: start input value 1 value 2، بقول is value 1 greater than value 2، اذا yes حط الماكس تساوي value 1، اذا no حط الماكس تساوي value 2، وفي الاخير بقول لك the largest value is الماكس، اطبع لي اياهم وستوب. اذا هذا الفلو شارت وضح لي كيفيه اجراء العمليات.
فأنا لو بدي يعني أنفذ هاد على قيمتين مثلا، دخلت القيمة 5 والقيمة 7 ونشوف كيف بيشتغل. يعني value 1 sorry خلينا نقول ندخل value 1 equal 5 و value 2 equal 7. فأنا بقول له input value 1 value 2، إذا دخلت الخمسة والسبعة صارت value 1 قيمتها 5 و value 2 قيمتها 7. is value 1 greater than value 2؟ هل value 1 من الخمسة أكبر من السبعة؟ إذا yes، هي شو الجواب لازم يكون؟ no. إذا yes بدي يجي لهون، بس هي no معناته بدي يجي لهون. فإذا بالتالي بده max تساوي value 2، معناته الهون بدها تيجي إنه الماكس تساوي value 2 اللي هي قديش؟ 7 صارت. بيمشي بيجي للسهم بينتقل لهون print max the largest value، فراح يطبع لك the largest value is 7. راح يطبع لك النتيجة بهذا الشكل. بعدين بوقف. فإذا هذا الفلو شارت أنا مشيت بهذا الشكل بناء على المثال اللي أعطيته، لكن لو كانت القيم مختلفة يعني كانت بعكس ذلك، لو كانت الفاليو 1 خلينا نقول بهذا الشكل، هذه الفاليو بدل 5 صارت العكس 7 وهذيك 5، بمعنى لو انا خلينا نشوف لو كانت value 1 7 وvalue 2 5، is value 1 اكبر من value 2؟ yes، معناته بدي يجي لهون، بدي يجي لmax تساوي value 1 وبطبع largest اللي هي 7. Draw a flowchart. مثال آخر. Draw a flowchart which reflects the process of deciding whether a student has passed or failed. طبعا حكينا عنه سابقا ومثلنا هذه العملية إنه هذه الأرثمتيك أوبريشنز. أول شيء دخلنا ثلاث علامات جمعناهم وقسمناهم على ثلاث وطلعنا بناء عليه هل القيمة أكبر من 60 ولا لا. مثلا عندك طلاب في ثلاث امتحانات، فبالتالي ثلاث امتحانات جمعتهم قسمتهم على ثلاث عشان اوجد الافريج، واذا اكبر من 60 ناجح، اذا اكبر او يساوي 60 ناجح، اذا اقل لا فيل. وبالتالي الستارت انبوت ام 1 ام 2 ام 3 سم اجمعهم، الافريج سم على 3، هل الافريج اكبر او يساوي 60؟ يس باس، اذا نو بعمل فيل وان. عن هذا البرنامج بهذا الشكل او هذا الفلو شارت بهذا الشكل ممكن نحوله لبرنامج بالسي بلس بلس، بس هون بدي اعطيك فكره كيف لغة السي بلس بلس وكيف ما أسهل الجملة لما بنتعامل لما نكتب الفلو شارت، ما أسهل كيفية كتابة برنامج بلغة السي بلس بلس. هلا طبعا هون أنا عندي ال عندي الشغلة التالية. أولا في عندي هون
اللي هي include والmain head. هذول headings للبرنامج دائما نكتبهم. طبعا هذه معناتها include IO stream. IO stream is a library. ما يعني برمجي مكتبة برمجية فيها بعض الاقترانات التي يمكن أن نستخدمها في داخل برنامج C++. فهنا IO stream, IO for input output, يعني I for input, O for output stream. وبالتالي في اقترانات الإدخال والإخراج في داخلها. وبالتالي أنا المفترض لما بدي استخدم هذه الفانكشن ففي عندي two function ممكن استخدمها من الاي او ستريم اللي هي عباره عن هنا اللي هي عباره عن سي ان والفانكشن الاخرى اللي هي سي اوت. فانا في الاي او ستريم بقدر استخدم الفانكشن اللي اسمها سي ان وسي اوت في داخل برنامج بلغة السي، لأنه سي ان للإدخال مشان أقول له أعطيني أدخل لي قيم، وسي أوت مشان أقول له اطلع لي قيمة. فالآن هدول كأنك أنت بتقول له ستارت، يعني هنا خلينا نمثلها بالشكل أنه أنت حكيت له هون كأنه بسم الله ستارت. هلا اي متغير بدك تستخدمه، لانه يعني احنا عندنا في الانبوت هون ام1 وام2 وام3. ام1 وام2 وام3 كنا هي عباره عن ميموري لوكيشنز، فلازم نعرفهم في داخل الميموري. كيف بعرفهم في داخل الميموري في خلال برنامج السي بلس بلس؟ على اعتبار انه قيم عدد اعداد صحيحه، بالتالي بقول له integer طلع int integer. integer integer معناتها int معناتها integer. integer عدد صحيح. m1 m2 m3 معناته هاي الاعداد هي اعداد صحيحه. وكمان برضو integer عرفت المجموع الصم والافريج، لانه بدي اتعامل مع الصم اجمعهم وأوجد الأفريج، لأنه أنا بعرف الأفريج هي عبارة عن مجموع العلامات على عددها. لا كيف بدي أدخل القيم؟ معناته بدي أستخدم CN، فبدي أدخل M1 وM2 وM3. طلع كيف كتب CN M1 M2 M3. هذه العملية طلع كيف عملتها؟ عن طريق input M1 M2 M3، دخلتها في المواقع التخزينية اللي عرفتها هون باسم M1 M2 M3. بعدين جيت قلت sum تساوي M1 زائد M2 زائد 3، طلع هون عملناها نفس الجملة نفس الحاجة. بعدين جينا للأفريج، قسمتهم صم المجموع على الأفريج متسلسلة، طلع جمعتهم بعدين أوجد الأفريج. بقدرش أوجد الأفريج بعدين أجمع. بعدين أجينا على القرار، جملة القرار if average أكبر أو يساوي 60 see out pass else see out fail. فطلع كيف عملية الترجمة، يعني إحنا ترجمنا جملة جملة وبشكل مبسط لبرنامج بلغة السي. فإن إذا أنا عامل الفلو شارت وعرفت أكتبه بالطريقة الصحيحة، سهل علي أكتب برنامج بلغة السي بلس بلس. Draw a flowchart which reflects the process of calculating the sum of five values. إذا أنا الهدف إنه شو عمله؟ Calculating the sum of five values. معناته لازم أدخل خمس قيم. فإذا الانبوت هي الفاليو.
طب كيف بدي اجمعهم؟ انا لو اعطيتك خمس قيم كيف تجمعهم؟ تاخذ القيمه الاولى، بعطيك القيمه الاولى، بعدين بعطيك القيمه الثانيه، انت شو بتعمل؟ تجمع الاولى زائد الثانيه وبصير عندك المجموع. بعطيك القيمه الثالثه، المجموع اللي عندك بتضيف له برضه القيمه الثالثه. بعطيك القيمه الرابعه، المجموع اللي صار عندك بتجمع له الرابعه، وهكذا. وبس اخلص بتعطيني الصم. اذا هذه العمليه بتتم بهذا الشكل. اذا حددت الهدف، حددت الانبوت، حددت البروسيسنج، حددت الاوتبوت. هاي عمليه اناليسيس، تحليل للمساله، بمعنى كيف بدي افكر في حل المساله. اذا انا لو بدي اعمل فلو شارت في مثل هذه الحاله، اذا اول شيء المفترض اقول انه عندي مجموع صفر، لانه اول شيء انا بقول لك اوجد المجموع، معناته بتقول الان المجموع صفر. خذ القيمه الاولى، معناته بدك تقول لي هاي القيمه الاولى. القيمه الاولى كيف؟ طب كيف بدك تقول القيمه الاولى؟ معناته بدك تعمل كانه عداد يعد لك 1 2 3 4 5. القيمه الاولى، القيمة الثانية، القيمة الثالثة، القيمة الرابعة، وهكذا. إذا في عداد بعد لك 1 2 3 4 5. فإذا بدي المجموع وبدي الكاونتر يعد 1. بسأله هل الكاونتر أقل أو يساوي 5؟ إذا أقل دخل لي القيمة، معناته صارت القيمة الأولى، لأنه الكاونتر 1، إذا input value 1. اجمع لي إياهم، 0 زائد الفاليو الأولى اللي دخلتها، ضيف 1 للعداد ورد ارجع. الكاونتر أقل من 5؟ نعم. الاثنين أقل أو يساوي 5؟ برد بيجمع، برد دخل وبيجمع، بزيد 1 بصير 3. هل 3 أقل أو يساوي 5؟ نعم. ادخل قيمة واجمعها، رد زيد 1 للعداد، صارت 4. هل 4 أقل أو يساوي 5؟ نعم. دخل القيمة الرابعة، اجمعها، حطها في المجموع، ضيف 1 للكاونتر 5. هل 5 أقل أو يساوي 5؟ نعم. بدخلها، بجمعها، بزيد للعداد 1، بصير 6. هل الكاونتر أقل أو يساوي 5؟ لا. معناته شو بدي أعمل؟ الأوتبوت للصم يطبع لك الناتج، ماشي، يطبع لك الصم اللي هي اللي بدي اياه واند. هذه العملية طلع هنا عملت لوب، عدل لي من 1 لـ 5، يعني 5 مرات كررت اللوب اللي هون. طبعا هذا الفلو شارت هو عمل لي عملية مجموع 5 قيم. هذا منطق حل المسألة. فأنا لو بدي أكتب الـ C++ بروجرام في مثل هذه الحالة، بقول له طبعا include IO stream void main. أنا المتغيرات اللي مستخدمها في داخل البرنامج اللي هي sum والكاونتر، ماشي، sum والكاونتر وفي فاليو، هدول الثلاث متغيرات. وبالتالي بدي احجز لهم مواقع تخزينيه، ولازم احدد شو نوع البيانات اللي، فبقول له انتجر فاليو كوما سم كوما كاونت. هلا باجي سم تساوي 0 حطيتها، كاونتر تساوي 1 حطيتها. هلا از كاونتر ليس ذان اور ايكوال 5؟ بقدر اقول له وايل كاونتر ليس ذان اور ايكوال ذان 5 اطبع لي القيمة. سي اوت فاليو هون، مش سي اوت هون، عفوا، في هون مشكلة، هي لازم تكون عبارة عن سي ان، ماشي، هون هاد مش سي اوت، هون لازم تكون سي ان. خلينا نكتبها بدلها، هون نكتب سي ان، لأنه أنا
إذا أقل أو يساوي بدي أدخل، بدي أجي لهون input value، فبدأ كله cn value، cn value. sum تساوي sum زائد value، value اللي أنا دخلتها هون، القيمة اللي دخلتها هون بدي أجمعها وأضيف واحد للعداد اللي هي هذه الجملة. بضلوا عمل continue continue، بكمل لحتى يصير الكاونتر أكبر من 5، يعني صار 6، بيطلع من اللوب بيطبع لي الصم output للصم. طلع كيف البرنامج أنا كتبته بالسي مقابل الفلوتشارت. بس هنا عمليا للتوضيح، لانه احنا ما دخلنا لسه بالسي بلس بلس، بس بدي ابين لك انه قديش عمليه البرمجه سهله اذا انت عملت الفلو تشارت. عمليه ترجمه بس، فانا لازم اعرف كيف تنكتب الصم زيرو مثلا في داخل السي بلس بلس. سهل نفس الطريقه تقريبا، الكاونتر الاز كذا وهكذا، كلها يعني جمل مباشرة بإمكاني أعمل عملية كتابتها أو ترجمتها. Draw a flow chart for finding the maximum value of 10 input values. يعني عندي 10 قيم، بدي أوجد أكبر قيمة من بين 10 قيم. إذن الهدف أو شو اللي بدي إياه أنا، إنه أوجد أكبر قيمة. شو اللي بدي أدخل؟ بدي أدخل values، والvalues هذول عددهم قديش؟ 10. البروسيسنج إذن comparing to find the maximum value، بدي اعمل مقارنة بين القيم مشان اوجد الاكبر، والنتيجة output the maximum value. اذا عرفت شو ال input، شو ال processing، شو ال output. فاذا ال flow chart او اي logic بدك تعمل لحل مسألة لازم يكون في عندك ال input، ال output، ال processing بهذا الشكل. بعدها بتبدأ في عملية كتابة ل flow chart. إذا في مثل هذه الحالة أنا بإمكاني أقول له start input value، دخلت القيمة الأولى، أعتبرها هي الأكبر، لأنه أنا لما لو بدي أفكر أنا كيف بدي أوجد أكبر قيمة بين قيم، بين 10 قيم، بأخذ أول قيمة بقول هي الأكبر، بقارنها مع الثاني بشوف مين الأكبر، إذا الثاني أكبر بقول هي الأكبر، وبالثالثة إذا مش أكبر لا، الرابعة إذا أكبر بحطها هي الأكبر، وهكذا لحتى أخلص العشر قيم. فإذا هذا اللوجيك بدي أعمله بفلو تشارت، فبقول له input value حط لي إياها على أساس هي الأكبر، يعني أول قيمة اعتبرتها هي الأكبر، واعتبار الكاونتر واحد لأنه أنا بديت في أول قيمة أخذتها، وبالتالي الأول قيمة صارت هي الأكبر. هلا بدي أقارن من القيم الثانية معي، لأنه عندي 10 قيم، فإذا كاونتر أقل أو يساوي 10، إذا يس طبعا الكاونتر واحد يس، بدي أدخل القيمة الثانية وقارن، إذا فاليو أكبر من ماكس، إذا الفاليو أكبر من ماكس معناته الماكس بدي أخليها تساوي الفاليو، إذا لا معناته زيد واحد للعداد. طبعا إذا الفاليو أكبر من ماكس بروح للماكس يساوي واحد، وبرضه زيد واحد للعداد ورد ارجع مشان تأخذ القيمة الثالثة، وبضل أقارن لحتى يصير الكاونتر 11، إذا مش أقل أو يساوي نعم نو بيطبع لي إلا.
إذا هذه العملية لو بدي أترجمها لبرنامج، طبعا أنا المتغيرات اللي عندي الفاليو الماكس الكاونتر هذول القيم اللي أو المتغيرات اللي مستخدمها في داخل الفلو شارت، فبعرف انتجر فاليو كوما ماكس كاونتر وبدخل سي سي ان. عفوا هنا أنا مش عارف ليش مستخدم ال هون، هذه عبارة عن مش سي اوت هي سي ان. سي ان سي ان فاليو لانه بدي ادخل مش بدي اطبع، ما اصلا ما فيش شيء فيش قيمه لفاليو. فسي ان فاليو الماكس تساوي فاليو، حطيت القيمه الاولى هي الاكبر، ازيد واحد للعداد طلع كيف ترجمتها. while counter less than or equal 10 سي ان هون برضو سي ان هنا لازم تكون بهذا الشكل سي ان الفاليو. ماشي سي ان الفاليو اف فاليو طلع هون هلا سي ان فاليو دخلت هون از فاليو اكبر من ماكسيمم، اذا يس بحط الماكسيمم تساوي فاليو كاونتر تساوي كاونتر زائد واحد وكونتينيو، بيضلوا يكمل لحتى يصير الكاونتر اقل اكبر من 10 بيطلع بيطبع لي الاوتبوت ذا ماكسيمم از الماكس. يعني بس هنا بدي افرجيك في البرمجه عمليه كتابه الكود سهله اذا انا عارف كيف بدي احل المساله. فطلع كيف حلينا المسألة عن طريق الفلو شارت، كيف ترجمناها كل شيء لإشي سهل ما دام بعرف انه في جملة اسمها وايل في داخل السي، بقدر استخدمها بدل الكونديشن هون مشان اعمل لوب، اذا سهل علي كيف اعملها. وبالتالي عملية البرمجة سهلة في حالة انك عرفت كيف حل المسألة بشكل معين. طبعا هنا شفنا كيف نوجد اكبر قيمه من بين قيمتين، برضو الالجوريثم شفنا كيف انكتب وشفنا كيف تنحل في الامثله السابقه. هلا النستد اف ستيتمنت وان اوف ذا alternative with an if then else statement، يعني لانه if within an if statement. مثلا لما تقول write an algorithm that read three numbers and print the value of the largest number. أنا هناك قارنت ما بين عددين كانت if statement. if هذه أكبر من هاي then طب في حالة لما تكون ثلاث قيم كيف بدي أعمل هذه العملية؟ إذا بدي أدخل الألغوريثم لمثل هذه الحالة ده كله input n1 n2 n3 وكله step 2 if n اكبر من n1 اكبر من n2 then if n1 اكبر من n3 then الماكسيمم تساوي n1. يعني هون هذه if within an if نسميها nested متداخلة if داخل if، لانه انا اذا n1 اكبر من n2 معناته n1 هي الاكبر، معناته لازم اقارنها ب n3، فif n1 اكبر من n3 then الماكسيمم n1، إذا لا يعني N1 مش أكبر من N3 وN1 هي أكبر من N2 معناته N3 هي الأكبر، معناته max تساوي N3. إذا انتهت هذه الـ F لهون، يعني هذه الـ F
ماشي ادي الاف بهذا الشكل داخل الاف الاولى داخل جواب الشرط then يعني هلا في else if كذا else اذا لا يعني n1 مش اكبر من n2 لانه هذه الاف if else لهاي هذه الاف مع الالس هذه ماشي هذه الاف والالس هاد بينما الاف هاد هذه الالس تبعتها فاذا اف ان 1 اكبر من ان 2 مش اكبر من ان 2 معناته بدي يجي على الالس هون معناته ان 2 اكبر معناته بدي اقارنها اف ان 2 اكبر من ان 3 إذا الماكس تساوي N2 إذا لا معناته N3 أكبر من N2 و N2 أكبر من N1 معناته ماكس تساوي N3 and F لأنه F had on هذه ال F مع ال else had طبعا هذه عبارة عن بلوك لحالها هون هذه مع الـ else ماشي هذا فلو شارت بيبين لي كيف اعمل مقارنه بين ثلاث قيم لانه بدي اخذ جميع الاحتمالات في مثل هذا طبعا لو بدي انا اعمل الفلو شارت في مثل هذا السؤال بدك تحل هذا السؤال المفترض انك انت تعمله ما دام انك انت شفت هذا خلي يعني حاول انت اعمل الفلو شارت لهذا السؤال واذا في عندك مشكله بتقول لي ماشي هلا في عندك أمثلة مختلفة أنا معطيك أمثلة أخرى بإمكانك تشوفهم ويعطيكم العافية وإلى اللقاء في محاضرة أخرى.